صباح الخير على كل مشاهدينا اللي في شبكه انت يعني حلقه جديده من نهارك سعيد، حلقه السبت 17 مارس 2018. يا رب يبقى يوم سعيد على المصريين في كل حته في الدنيا وعلى كل المصريين اللي بيدلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه في 124 دوله في 139 لجنه انتخابيه. الحقيقه امبارح كانت الصوره مفرحه جدا والمصريين مقبلين على التصويت. ان شاء الله النسبه تزيد، وكمان الاجراءات اللي خدتها اللجنه العليا للانتخابات مهمه جدا في انه سمحت للناس حتى اللي عندهم مشاكل في اقامتهم بره او ارقامهم القوميه الرقم القومي منتهي، سمحت لهم بالتصويت، واعتقد ده شيء مهم جدا. صباح الفل عليك، ويكند سعيد. صباح الفل يا صباح الفل يا فادي. بصبح مره ثانيه على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. النهارده 17 مارس 2018 يمكن المصريين بهروا العالم للمره، مش عارف عيد لحد امتى يعني، بس هم بهروا فعلا العالم باقبالهم التاريخي بالذات المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسيه. وهيكون طبعا عندنا اكثر تفاصيلا عن هذه الاخبار وعن هذه المشاركات في البلاد المتعدده من خلال فقره الصحافه مع الكاتب الصحفي المتميز استاذ محمد الازاز، وهو نائب مدير تحرير جريده الاهرام. ولازم دايما في المقدمه ناكد طالما في حرب لا صوت يعلو على صوت المعركه، وناخد بالنا ونركز دايما ان قوات المسلحه لسه بتقوم بالعمليه الشامله سيناء 2018. ربنا يسلم على كل رجالتنا شرطه وجيش ومواطنين وينهي العمليه دي على خير ان شاء الله. فقراتنا الثانيه النهارده هتكون مختلفه شويه عن الصحافه. هيكون معانا حمله النهوض بالثقافه الفرنسيه في مصر، وازاي نحافظ على هذه الثقافه اللي امتدت لسنوات طويلة من أيام الحملة الفرنسية. هتكون مشرفانا أستاذة سامية طلبة مؤسس حملة النهوض بالثقافة الفرنسية في مصر، نتكلم إزاي الحفاظ على الثقافة الفرنسية. طبعا ربنا أنعم علينا بجو جميل جدا وشمس حلوة قوي قوي موجودة طول السنة، فعشان كده بنلبس نظارات. وطبعا بما أن الأسعار بقت غالية والبراندز كمان بقت غالية جدا والتقليد مش قد كده، ومش صحي أنه يتلبس في الشمس لأنه ممكن فعلا يأثر على العين. فعشان كده احنا عندنا مصممين وموهوبين بارعين في ان هم يصمموا النظارات. فمعانا النهارده ياسمين سعود، وهي مصممه وكمان صاحبه احدى مشروعات صناعه النظارات الشمسيه، وهتكون معانا النهارده عشان نحتفل بيها كمصريه. البراندز بتاعتها او صناعتها قدرت ان هي توصل بيها لعدد كبير جدا من الناس وتفيد بيها كمان المصريين. وعندنا موضوع مهم جدا النهارده في الحلقه، وهو منطقه وادي كركر في جنوب مصر، وهي منطقه عند السد العالي ويمكن تعتبر من اهم المناطق بالنسبه لاهالينا في النوبه. هنتكلم عن التنميه في جنوب السد، منطقه كركر باسوان، مع استاذ مسعد هركي رئيس المؤسسه المصريه النوبيه للتنميه. طبعا عيد الام قرب جدا وكلنا طبعا مهتمين ان احنا لازم نجيب لامهاتنا هديه، فعشان كده النهارده هيكون معانا فاطمه سلطان وهي مصممه هدايا. الهديه طبعا اكيد مش بقيمتها، بس الفكره نفسها في انك تفكر وتعمل مجهود وازاي تقدر ان انت تجيب هديه تكون بتعبر عنك انت شخصيا. بتشرفنا طبعا مصممه الهدايا وهي فاطمه سلطان، وهنتعرف اكتر على افكار مبتكره في الهدايا وتغليفها وتقديمها. خلينا ننهي المقدمه من ان احنا نبارك لكل المصريين ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. يوم 19 مارس هو يوم استردادنا لطابا، يوم استردادنا لاخر جزء في ارضنا، ده كمان يومين فبنحتفل بيه من دلوقتي. وكمان كل ام مصريه كل سنه وانت طيبه وكل المصريين طيبين وعيد ربيع سعيد. خلونا نبتدي فقراتنا بعد الفاصل على طول بالرياضه وكابتن حمدي فتحي وتنميه عضلات الارجل، ونبتدي فقراتنا بعدها. صباح الفل.